انتظر بيان رأي السيد القائد. ماذا بعد؟ هذا اللي ننتظره اليوم. ننتظر الرد. شنو رد السيد القائد على ما جرى في الاعتداء على القنصلية الجمهورية الإسلامية وقتل بعض قادة الحرس؟ دولة. الموقف الثاني اللي احنا محددين به كتحديد هو رأي القائد العام والحكومة. مصاري المقاومة تتبع لولي الفقيه لتقليد السيد الخامنائي. تكليف الشرع من ولاة الفقيه. نحن واقعا نعتمد سياسة إمامنا الراحل الخميني. الجمهورية الإسلامية أولاً لجد تضامننا مع رؤية وبرنامج السيد القائد والسيد الإمام في يوم القدس العالمي أولاً، ولنجدد عهد ثانياً معهم وننتظر ما هو موقف السيد القائد.